الثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الملحقة الطلاق البائن واللعان من المسائل، من المسائل، وليست نفسها تمنع الإرث. عرفنا هذا؟ فهذا ما يتعلق بموارع الإرث. نأتي نسأل، نرى، نشوف من استوعبها ومن نسأله فيها ويجيب على طول، لأن هذه هي معنى الدورة. من يذكر لنا المانع الأول؟ المانع الأول الرق. من يذكر لنا معنى الرق؟ كل هذه سوى مكية، سوى أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب فيها، سواء نصنع كون لنا دا أقوي تافي كوما أقوي ميتين أبدا يكي كانت الوصولة فوق أحدهم تقوما لنا أكي بانتوا أشياء سورة وأن سوما سنا أنا غاني سو أنا غاني كون موتي سورة وسورة مكية كوما دنيا دا وانا أمو Sura wanda suke makiya ba ga yawanci akwai fashin tabi ko ba haka ba sai kuma akwai mujadala da wanda ake mujadala da shirkai su dawo hujja da sauransu kuma ba ita ko sai kuma idan kana talaq talaqan ba'ina fa tanqati'u bihi alaqa zawjiyya fa hina idin la yakunu hunaka tawarud bayna az-zawj wa az-zawja az-zawja la tarith min zawjiha والزوجة لا يرث من زوجته لأن العلاقة بينهما انقطعت. نعم، قال لأن العلاقة الزوجية تنقطع به وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانطلاق العلاقة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك. وكذلك أيضا الطلاق الرجعي إذا حصل بين الزوجين تنقطع به العلاقة الزوجية. لماذا؟ في حال أن المرأة انتهت من العدة. فهمتم الكلام؟ الطلاق الرجعي إما أن يكون طلاق طلقة واحدة أو طلقتين، هذا ما يسمى بالطلاق الرجعي. لكن إذا انتهت العدة، إذا انتهت المرأة من العدة انقطعت العلاقة، فلا يكون هناك توارث بين الزوجين. فهمتم الكلام؟ لو نسألكم ماذا يبطل سببية النكاح؟ ماذا يبطل سببية النكاح؟ الطلاق البائن والطلاق الرجعي حال انتهاء العدة. نعم. مثالي أتي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا إثم عليه أن يطوف بهما. أكتي باب ليكي واللي يجي أكي هجي يئس أي تقال صفا والمروة. صفا ليكي tumu kuma a wurin bita da malamai an ce mana su ayi wajibi ne kaza kaza alhalin Allah ya ce walakin ba laifi to me yasa ba laifi kuma abin da yake ne wajibi sai sababin nuzul ya maki bayani saboda su a wancan lokacin a zamanin jahiliya akwai gunki akan dutsen safa akwai gunki akan dutsen marwa sai shi ta safa da marwa suna mai suna girman waɗannan gumaka da musulunci ya zo sai safai suka ce a musulunci ya yaƙi shirka da gumaka anya kuma ma rinka safa da marwa anya kafa abin da ya sa kwarai suke yi sai Allah ya ce ai babu laifi saboda haka Allah ya koyi da ake hajji tun zamanin annabi Ibrahim mu'adhdhi fil hajji bil hajji ya'tuka rijala wa
saboda sa'ayi akwai shi in ba sababin nuzul ya za a yi kifayenci wala jinaha alayhi.